فرهاد، بدي أسألك سؤال. شو صار؟ رجعت اجتهيت يا فريز؟ لا قولي مو هي. قولي يلا. عم تشوش لي أفكاري. يعني بالأول فيلدان هي اللي حذرتني مشان قصة الغطا، وأنا وقتها ما رديت عليها، وأنت كمان عصبت. أنتوا بتعرفوا بعض كتير ما هيك؟ شو يعني كيف بدنا نعرف بعض؟ ما بعرف، يعني هداك اليوم شفتكن بالليل عم تحكوا مع بعض بالحديقة، قصدي إنكن من زمان عايشين مع بعض هون. بلكي فيلدان شايلة شي بقلبها تجاهك ومخبيته. لك ما في هالشي، شو بدها تشيل بقلبها؟ شو هالحكي؟ ممكن تكون بتحبك. ما في هيك شي أبدا. يعني تعي لعندي لشوف قربي لهون. عم تعصبيني، صايرة من الصبح بكير بأسئلتي. ايه؟ سمعتيني؟ دائما بدك تأمر، دائما بدك تعطي أوامر كل الوقت. يعني مع هيك حاول تكون رومانسي حلو، قول شي حلو عند الصبح. يا حبيبتي، يا روحي، يا زهرتي، أي شي. شو قلتي؟ بتونيام. شو هاد بقى؟ بتونيام نوع من الورد. يلا قوم، يلا خلينا نفطر لأنه أنا جعت كتير. على فكرة أنا رومانسي كتير. إيه أنا متأكدة. تعالي لهون، لا تعصبيني. ماشي يلا. لو سمحت خلينا نروح ناكل. يلا. ما رح نتحرك أبدا. ليش ما فيني يكون رومانسي وأنا هون يعني؟ تمام.